ينصح الأطباء وأهل الاختصاص بوجوب أن يسعى الإنسان إلى الاسترخاء، وأثبتت التجارب والدراسات الحديثة أن أفضل وسيلة للاسترخاء هي التدليك أو ما يسمى بالمساج. ولا يستطيع عاقل أن ينكر هذه الحقيقة، إلا أن بعض ممتهني هذه الوظيفة أساءوا لها إساءة بالغة من خلال تحويلها من استرخاء نفسي وراحة بدنية إلى ممارسات شاذة لا أخلاقية قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض جنسية متعددة. ما هي الممارسات الخفية التي تمارس داخل الغرف المغلقة؟ ما هي سبل وقاية أبنائنا من هذه الممارسات الشاذة الدخيلة؟ أين دور رجال الأمن وشيوخ الدين من محاربة هذه الظاهرة؟ وكيف يرضى أصحاب الصالونات والمعاهد الصحية بتحويل صالوناتهم إلى أوكار لممارسة الدعارة والرذيلة؟ يعني هناك طبعا هناك عورة بالنسبة للرجل، وهناك مغلظة، عورة مغلظة للرجل، وأيضا عورة بالنسبة للمرأة. ينبغي أن تراعى هذه المسائل من الناحية الشرعية. يعني للأسف الشديد نسمع أن البعض يأتي يعني كما خلقتني ربي كما خلقتني ويبدأ بالمساج، هذا طبعا محرم من الناحية الشرعية، وينبغي أن أيضا يمنع من الناحية القانونية، وأيضا يعني ينبغي أن لا يتداول في المجتمعات الإسلامية مثل هذه الأعمال. للأسف الشديد هناك يعني من 85% إلى 90% هناك أعمال شاذة يعني تصاحب هذه الصالونات، والقليل جدا من يلتزم في الواقع في العمل من خلال الضوابط الشرعية وأيضا الضوابط القانونية. والمشكلة الأساسية بجلب العمالة، يعني العمالة التي تقوم بدور يعني المدلك مثلا، يعني للأسف الشديد أن أغلب هذه العمالة هي إما أن تكون من الجنس الثالث، أو إما أن تكون يعني منحرفة جنسيا وشاذة أخلاقيا. أغلب هذه الصالونات هي من الشواذ، العاملين فيها أيضا هم من الشواذ. وللأسف الشديد إذا ذهب أي فرد من أفراد المجتمع الكويتي إلى مثل هذه الصالونات ورأى هؤلاء الشواذ أو رأى ممارسات خاطئة أو سلوكيات سيئة جدا وشاذة، ينبغي عليه أن يبادر إلى رجال الأمن، أن يبادر إلى الأجهزة الأمنية للتبليغ ومحاسبة. يعني لو كل شخص بيعمل مثل ما عم تحكي أستاذ سعد، يعني بالفعل يعني بنعمل على القضاء على هذه الظاهرة. نعم، خاصة الرجل من بين يعني السرة إلى الركبة، هذه يعني عورة مغلظة. لا ينبغي لأي إنسان كان أن ينظر إلى العورة المغلظة. فإذا ذهب إلى هذه الأماكن الصالونات الآن ويعني يظهر هذه العورة، لا شك أن هذا جرم شرعي وجرم قانوني أيضا، ويحاسب ويعاقب عليه. المرأة أيضا إذا كان، ما أدري إذا كان في مساجات للمرأة أو شيء، صالونات في صالونات خاصة، هذه قد تكون مصيبة بعد طامة أكبر. يعني أنا أعتقد لأنه يعني قد يكون هناك، لأن كما هناك جنس ثالث هناك جنس رابع أيضا، وإذا المرأة تكشفت المرأة تتكشف في السرير وتأتي امرأة مسترجلة مثلا وتقوم بهذه العملية، قد يعني تسبب كثير من المشاكل الأخلاقية. تحت مكتبي في صالون للأسف الشديد يعني مو بتاع مساج، وإنما صالون للشعر. الآن اللي يعني القائمين، أنا شفت بعض القائمين وأنا في السيارة أمر، يعني حقيقة أشكالهم غريبة جدا. يعني ما تفرق بين المرأة، ما تفرق هل هو امرأة أو رجال أو رجل. يعني هذا جانب. ثانيا العمل اللي يقومون فيه عمل أيضا شاذ، وهو أنه الشعر يكون بطريقة غريبة عجيبة. يعني أنا لم أشاهد في الواقع، يعني شو يسمونها سبايكي مثلا. مادة في القانون الجزاء 203 تقول كل شخص أنشأ دارا أو محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس المؤبد. فإذا عاد الجاني مرة ثانية وارتكب إحدى هذه الجرائم والشروع فيها كانت العقوبة الإعدام. وهذا في القانون الوضعي. القانون الشرعي أيضا يدخل في هذا، يعني يؤيد هذا الجانب، وهو مسألة الحرابة لأنه إفساد في الأرض. صحيح.
لما يأتي إنسان ويقوم بعمل المشين وهو اللواط مثلا، أو في جانب الصالونات النساء كالسحاق وغير ذلك بالنسبة للنساء، هذا إفساد في الأرض، هذا عقوبة الإعدام غير القانون. شو ممكن غير المؤبد والإعدام؟ يعني في الشريعة الإسلامية اللواط، اللواط اذا ثبت يرمى من من من, من مبنى عالي. طب انت شو بتعمل فيهم؟ انا حقيقه يعني استخسر فيهم الاعدام. والله هؤلاء ينبغي في الواقع ان يوضعوا في مكان عام ويجلدوا ويؤذبوا حتى يعني تظهر حقائق هؤلاء الناس ويكونوا عبره لغيرهم، لان هؤلاء يعني بلاء على المجتمع وباء على المجتمع.